مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه نشوف تيفي لليوم الخامس على التوالي. لا تزال فرق التدخل كتكافح لاخماد النيران للاندلاعات باقاليم العرائش وزان تطوان وشفشاون، وكتعمل فرق التدخل على تفادي وصول النيران للمنازل القرويه القريبه من هاد الغابات. وقال رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخيه بالوكاله الوطنيه للمياه والغابات فؤاد العسالي على ان الجهود الجباره لفرق التدخل مكنات من تحويط الحرائق بنحو 50%، والجهود لا تزال متواصلة من أجل احتواء هاد النيران في أقرب وقت ممكن. وأشار أيضا إلى أنه تم إخلاء بعض السكان، وأضاف أيضا على أن هناك حوالي 1200 عنصر كيعملوا بريا لاحتواء هاد النيران. وأشار تقرير القناة المغربية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء لأنه مباشرة بعد اندلاع هذه الحرائق جاءوا مجموعة من المتطوعين اللي بغاو يساعدوا، وبحيث يعني انقسموا إلى مجموعات. المجموعة الأولى كمراقبين للوضع في الأماكن اللي تمت السيطرة عليها منع العودة اشتعالها من جديد، أما المجموعة الثانية فكيساهموا في جلب يعني الماء والماكلة لفرق التدخل. وكيتعرض المغرب منذ أيام الموجة حر، بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت كتعاني فيه البلاد جفاف استثنائي وإجهاد مائي. وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 دوار استناداً إلى مصادر محلية وفي إقليم العرائش، بحيث تم رصد بؤرة حريق كبيرة وتسجلات وفاة شخص واحد، كما تضرر نحو 4660 هكتار. بعد مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.